هل تتخيل أن تجد هاتين الحقيقتين في القرآن الكريم بها بنفس الوصف الذي وصفته لك الآن؟ كيف دكتور؟ إذا فتحت القرآن 114 سورة، في مركز القرآن 114 تقسيم 2 يعطيك 57. إذا فتحت على السورة 57، مركز القرآن هي سورة الحديد. سبحانك. والقرآن الكريم فيه 6 آيات تتحدث عن الحديد، ركبها الله، استخدم من اللغة، من حروف اللغة 28، استخدم بالضبط نفس العدد الذري 26 حرفا. عجيب. هذا الكتاب النير بالنور، هل يبشر آياته فيها الهدى؟ أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر؟ هو خاتم الكتب التي من عند ربي تبشر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر. جل الحكيم القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحبة الكرام، أعظم طريق للخشية أن تتعلم وأن تتعمق في العلم لترى قدرة الله في كونه. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فطريق الخشية هو طريق العلم. ومع برنامج أنزله بعلمه نلتقي مع عالمنا الدكتور عبد الدائم الكحيل. نرحب بكم دكتور. بارك الله جدداً. بكم يا أهلاً وسهلاً ورحمة. بارك الله فيك. نبدأ بسؤال دكتور في حلقتنا، ونحن تعودنا معك السرعة والمباشرة. الله تبارك وتعالى يتكلم عن معدن الحديد في القرآن ويقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والمنطق اللي احنا عارفينه، أو يعني المعلومات التي نعرفها ونحن نوقن بكلام الله تبارك وتعالى، أن المعادن تخرج من الأرض. فما السر؟ مؤكد أن هناك سر وأن هناك إعجاز في هذه الآية متعلق بمعدن الحديد، المعادن من الأرض. فكيف معدن الحديد بالذات يقول عنه القرآن أنزلنا الحديد؟ فهل هو نزل أم أخرج من الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديد عنصر عجيب جدا. سبحان الله. ذرة الحديد غير بقية الذرات، يعني ذرة الهيدروجين، الأكسجين، الكربون، العناصر الخفيفة هذه. نعم. يمكن أن تتشكل في أي ظروف. جميل. بينما ذرة الحديد تحتاج الانفجارات تسمى السوبر نوفا، الانفجارات العظيمة جدا التي تحدث في النجوم، التي تولد ملايين الدرجات المئوية من الحرارة لتشكل ذرة الحديد. سبحان الله. الشمس والمجموعة الشمسية لا يوجد فيها هذه المقدرة على تكوين ذرة حديد أو خلق ذرة حديد بإذن الله. سبحان الله. لذلك عندما نزل العلماء بأجهزتهم، ليس بأنفسهم، وبقياساتهم، جميل، إلى أعماق الأرض خلال مقاييس الزلازل، وجدوا أن نواة الأرض هي نواة حديدية في معظمها تتألف من الحديد. جميل. فالحديد عنصر استقر في باطن الأرض، ولكن مصدره الأساسي النجوم البعيدة. الله. ونزل على شكل غبار حديدي نزولا، وقطع مليارات ومليارات الكيلومترات ليصل إلى الغبار والدخان والمواد الموجودة ضمن القرص الشمسي قبل تشكل المجموعة،
وبدأت هذه الكواكب ومنها الشمس والقمر والعطارد والمشتري بالتشكل، ولكن كان للأرض نصيب كبير من هذا الحديد، مع العلم أن المنطق يفرض أن يكون هذا الحديد في مركز الشمس في مركز الأكبر، ولكنه استقر في الأرض. إذن هو نزل مع خلق الأرض ولم يخلق معها بنفس المكان، إنما جاء من مسافات بعيدة، تشكل في النجوم والمجرات البعيدة وقدم عبر طبعا ملايين السنين. جميل. استغرق أكثر من يعني تقريبا 7 مليار سنة، الله أكبر، أو 6.5 مليار سنة ليصل إلى هذه المجموعة الشمسية، وتبدأ الأرض بالتشكل قبل ما يقارب 4.6 مليار سنة. طب ألم يحدث هذا دكتور لبقية المعادن أنها أيضا نزلت، أم أن المعادن هي داخل الأرض من البداية؟ يعني نريد أن نوضح، هناك بعض المعادن فقط هي التي تشكلت بهذه الطريقة، مثل الذهب والمعادن الثقيلة، بعض المعادن الثقيلة. جميل. وليست كل المعادن، بعضها فقط. جميل. فالحديد من هذه المعادن. سبحان الله، سبحان الله. لذلك عندما عبر القرآن لم يقل وخلقنا الحديد، لم يقل وجعلنا الحديد، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن المتانة والقوة، يعني إذا تحدثنا بلغة الهندسة، أيوة، فإن المتانة والقوة تجتمعان في الحديد. سبحان الله. يعني مثلا عنصر النحاس فيه متانة وفيه ناقلية هائلة للكهرباء، ولكنه ليس بصلب، ليس فيه صلابة. سبحان الله. الحديد هو المعدن الوحيد الذي يجمع كل صفات البأس، الصلابة والمتانة واللدونة، قابليته للمط والشد، قدرته على الشد، يمكن لسلك فولاذي أن يتضاعف أكثر من حجمه. سبحان الله. وبالتالي فإن هذا الحديد يجمع هذه الصفات، لذلك قال فيه بأس شديد. الله أكبر. ومنافع للناس، لأن حضارتنا الآن تقوم على عنصر الحديد. عنصر الحديد. الآن دعني أرى معك باطن الأرض، وكيف يعني هذا الحديد، كيف أنه سبحان الله يتركز في أعماق الأرض. لنرى مفاجأة قرآنية الآن. جميل جميل جميل. أرضنا تتألف من 7 طبقات كما ثبت حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية. هذه الأرض بألواحها 12 من الخارج، طبعا هذا رسم كله 3D، وهذه هنا الصدوع الأرضية، إذا نزلت عبرها إلى أعماق الأرض سوف تصل إلى طبقات ملتهبة تنتهي بالطبقة 7 الحديدية. سبحان الله. لأن الحديد عنصر يعتبر عنصر ثقيل نوعا ما، فيغوص إلى باطن الأرض ويعطي المجال هذا السقف المغناطيسي الذي يحميها من شر الأشعة الشمسية والأشعة الكونية التي تأتي من النجوم البعيدة وانفجارات النجوم. تمام. الآن هذا المركز الذي يتركز فيه الحديد، ما هي صفاته؟ أن هذه النواة، انظر هنا، هذه النواة الحديدية في مركز الأرض هي نواة ملتهبة جدا. انظر هنا تقريبا النواة الداخلية الصلبة، هذا من موقع USGS الأمريكي الشهير، وهنا الطبقة الثانية سائلة تمتد 2900 كيلومتر، الطبقة الثالثة الرابعة إلى آخره. مهم أن الطبقة المركزية هنا رقمنا من الأسفل للأعلى، يمكن أن ترقم بالعكس لا مشكلة، المهم المجموعة 7. جميل. أصبح لدي الآن حقيقة كونية يقينية أن هذا الحديد يقع في مركز الأرض. الأرض. جميل. تمام؟ طيب. الحقيقة الثانية أن هذا الحديد، ذرة الحديد تتألف من 26 إلكترون، فالعدد الذري للحديد 26، وهو عدد ثابت لكل معدن. مثل الكروموزومات. جميل. كل مخلوق له عدد من الكروموزومات، كل معدن وكل عنصر في الطبيعة له عدد من الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة
يسمى العدد الذري. العدد الذري معروف في نعم. في الفيزياء. ويختلف عن الوزن الذري. الوزن الذري هو وزن الذرة كلها. صحيح. بالنسبة للحديد يمكن أن يكون 55 56 57 58 يختلف، لأن هناك عناصر مشعة. نعم. نظائر تسمى للحديد. وأبناؤنا الطلبة يفهمون لأن نعم. الوزن الذري والعدد الذري. نعم. إنما العدد الذري خاص بكل ذرة. صحيح. الحديد له عدد ذري واحد 26. جميل. الهيدروجين عدده واحد، إلكترون واحد. صحيح. الهيليوم اثنان وهكذا. وهكذا. وفق جدول التصنيف الدوري. جميل. المهم أصبح لدينا حقيقتين. الحقيقة الأولى أن هذا الحديد أين يقع؟ قلنا في مركز الأرض. الأرض. الحقيقة الثانية ما هي؟ أن ذرة الحديد مما ركبها الله من 26 إلكترون وهو العدد الذري للحديد. جميل. هل تتخيل أن تجد هاتين الحقيقتين في القرآن الكريم بها بنفس الوصف الذي وصفته لك الآن؟ كيف دكتور؟ إذا فتحت القرآن، القرآن 114 سورة، في مركز القرآن 114 تقسيم 2 يعطيك 57. إذا فتحت على السورة 57 مركز القرآن هي سورة الحديد. سبحانك. والقرآن الكريم فيه 6 آيات تتحدث عن الحديد. الله هو الذي قالها. جميل. ما هو الدليل على أن الله هو الذي قائل هذه الآيات الستة؟ ومنها قوله تعالى وأنزلنا الحديد. جميل. آتوني زبر الحديد. يعني 6 آيات. هذه الآيات الستة عندما ركبها الله استخدم من اللغة، من حروف اللغة 28، استخدم بالضبط نفس العدد الذري 26 حرفا. عجيب. ليركب هذه الآيات الستة. سبحان. ولا 20 ولا 24 26 حرف. سبحان الله. وذرات الحديد تصطف بشكل سداسي أحيانا، لها علاقة بالعدد الستة. إذن أنت الآن أمام، لا أقول إشارات أو توافق، أقول تطابق بين بنية هذا القرآن، البنية الهندسية للقرآن. هناك بناء هندسي في القرآن. الله أكبر. وبين البناء الهندسي للكون، وكأن هناك مهندسا عظيما منظما هو الذي نظم هذا الكون، وهو الذي عبر عنه وأنزله بهذا القرآن العظيم. سبحانه وجل في علاه، سبحانه وجل في علاه. الحق تبارك وتعالى يعجز اللسان عن وصف هذه القدرة الإلهية وهذا التوافق والتناسق بين آيات كونه وبين آيات قرآنه. فعندما نسمع عزيز المشاهد هذه الآية أو تقرأ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ليس معناها أن تتخيل أنه ينزل كل يوم مثل المطر الذي ينزل فتقول كما يقول بعض المشككين أين هذا الحديد؟ لا، لقد فهمت هذا المعنى الآن، أن الحديد تكونت به نواة الأرض وقد جاءت ونزل من السماء منذ تكون الكرة الأرضية. سبحان الله، لا أملك إلا أن أقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، صدق الله العظيم. أنزله بعلمه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أحبتي الكرام، وقفت متعجبا أمام تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطعن في دينه وسنته هؤلاء المنكرون الجاحدون. عندما مات ولده إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره عامين وبضعة أشهر، لما مات في هذا اليوم كسفت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة وصلى معهم صلاة الكسوف، وسمع أن بعضهم قال كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي واحد مكان النبي لو أنه ألف هذا القرآن أو أنه رجل يدعي لنفسه الكمال ويدعي لنفسه العظمة لفرح أن الناس جمعت بين ظاهرة كونية وبين موت ولدي وأصبح كان فرق، لكنه صلى الله عليه وسلم وقف متواضعا لله عز وجل، مثبتا عظمة الله في كونه
فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. تخيل معي النبي بيتكلم كده، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد. وننتقل لنكمل رحلتنا الإيمانية بهذه الحادثة مع أستاذنا الدكتور عبد الدائم الكحيل. الكسوف والخسوف وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ما تعليقكم يا دكتور؟ هناك فرق علمي حديث بين الخسوف والكسوف. في اللغة العربية يستخدمان بنفس المعنى، ولكن علميا لدينا كسوف الشمس وخسوف القمر. جميل. فالقمر يخسف والشمس تكسف أيضا. سبحان الله. كيف يتم هذا الكسوف؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل تفسير لظاهرة كسوف الشمس أي اختفائها عند الكسوف الكامل وحلول الظلام، كان الحضارة الصينية يعتقدون أن هناك تنينا ابتلع الشمس، فيقومون بالقرع على الطبول لإخافة ذلك التنين ريثما تعود الشمس مرة أخرى. هذا كان تفسيرا علميا. سبحان الله. العرب كانوا يظنون أن هناك زعيم مات أو زعيم ولد أو معركة سيخسرونها، يتشائمون بالكسوف. سبحان الله. لذلك عند وفاة ابن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع الناس وقالوا خسفت الشمس لوفاة إبراهيم. نعم. النبي ماذا صنع هنا؟ قبل أن أقول لك الحقائق العلمية في الحديث، دعني أرى هذه الظاهرة ليفهم المشاهد الكريم أنها عبارة عن ظاهرة طبيعية كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. آية سماها آية، آيتان من آيات الله. عليه الصلاة والسلام. إذن نحن لدينا المجموعة الشمسية كما تعلم، هذه هي الشمس وهذه هي الأرض. عندما تقع الأرض، انظر معي، في مكان محدد من هذه الدورة ويقع القمر بين الأرض والشمس، انظر هنا الشمس، يأتي القمر ليحجب ضوء الشمس، يقع في المدار بين الأرض والشمس. سبحان الله. يحدث الكسوف الكامل كما نرى أمامنا، ثم يتابع القمر دورته وتبدأ الشمس تظهر شيئا فشيئا وتعود الشمس وتنجلي. سبحان الله. إذن هذا هو كسوف الشمس. بالنسبة للقمر، هذا الكسوف يسمى الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر. العكس. سبحان الله. عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر ماذا يحدث للقمر؟ يظهر وكأنه قرص نحاسي كبير في السماء. سبحان الله. الله أكبر. إذن نحن أمام ظواهر علمية يقول عنها العلماء إنك عندما، انظر هنا، الأرض تقع بين الشمس والقمر وبالتالي حجبت انعكاس الشمس عن القمر، ولكن يعكس ما تبقى من وهج وأشعة فتظهر هذه الإضاءة الجميلة للقمر بلون نحاسي. يقولون إن هذا الكسوف، خلال هذا الكسوف الشمس تطلق أشعة فوق بنفسجية لا تراها العين. أيوة. طبعا هي تطلقها باستمرار. سبحان الله. أثناء الكسوف وغير الكسوف، ولكن شدة الشمس تمنعك من النظر إليها. شدة وقوة هذه الشمس لا تستطيع، ووهجها لا يستطيع أحد أن يحدق فيها. جميل. أثناء النهار. صحيح. لذلك أوتوماتيكيا هو يتجنب هذه الأشعة فوق البنفسجية المؤذية للعين. عند حدوث الكسوف، انظر معي، عندما يحدث هذا الكسوف يختفي ضوء الشمس، ولكن الأشعة الفوق بنفسجية لا تختفي. صحيح. والعين، الله يعني خلق هذه العين لا ترى هذه الأشعة فوق البنفسجية، وهي من أخطر أنواع الأشعة. انظر هنا بكاميرا أخرى تلتقط هذه الأشعة، انظر هنا، هذه أشعة فوق بنفسجية حول الشمس، إذا دخلت إلى العين تسبب حروقا وجروحا قد تصل إلى العمى.
لا إله إلا الله. لذلك النظر المباشر أثناء الكسوف خطير جدا، ينبغي أن تتجنب هذا النظر وتشغل نفسك بأي عمل آخر، سبحان الله، حتى تنجلي. سبحان الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام كيف عبر عن هذه الحقيقة؟ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ظاهرتان طبيعيتان، نعم، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته صلى الله عليه وسلم. طيب أين الإجراء؟ الوقائي الآن. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا كمالة الحديث. نعم. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لماذا؟ لأن النبي يريد أن يجنبك خطر هذه الأشعة الحارقة التي لا تراها عينك، سبحان الله، ولكن الله أنبأه بها. وفي هذه المناسبة ذكر الله هي مناسبة لتذكر وتسبح الله، وتكون هذه الآية الكونية كما قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جميل. طب لماذا النبي يدعوهم إلى الصلاة؟ هذا سؤال مهم. ولماذا يأمرهم أن يلجأوا ويفزعوا ويهربوا إلى الصلاة؟ لماذا؟ لم يقل لهم أقيموا الصلاة. نعم. لم يقل لهم انظروا إلى هذه الآية الجميلة، لكانت أعمت أبصارهم جميعا، سبحان الله، ولكن قال لهم افزعوا، اهرب إلى الصلاة لتنجو بنفسك. فهذا توجيه نبوي لم ندرك أبعاده العلمية إلا في العصر الحديث، سبحان الله. والكسوف يظل وقته قد يا دكتور تقريبا؟ الكسوف الكلي يعني دقائق. دقائق. هل نستطيع أن نقول هي قريبة من الدقائق التي نقضيها في الصلاة؟ سبحان الله. يبقى يريد أن يحمينا من النظر. نعم. بوقت لا أقول تضيعه، تدخره. نعم. وتستثمره في الصلاة. صحيح صحيح. طب الصلاة هنا يعني سؤال أخير يتبادر لذهني وذهن. نعم. المشاهد، هل هي يعني خوفا ورهبة من هذه الظاهرة؟ هل هي يشعر المسلم أنها اقتراب ليوم القيامة فيأمرنا النبي أن نصلي، أم هي صلاة لكي كما تفضلتم نوع من الحماية ألا ننظر لهذا الكسوف؟ هي كلاهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل ويستثمر أي فرصة، ظواهر كونية، ليدفع باتجاه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الله عنده. يعني أي فرصة يجدها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يدفعهم باتجاه القرآن، باتجاه الصلاة، باتجاه الطهارة. الله. ينقطع المطر الاستسقاء، ينزل الله. المطر. نعم. نسبح وندعو. يعني حتى إنهم مرة رأوا جيفة لا قيمة لها، فقال من يشتري هذه بدرهم؟ تعجبوا. من يشتريها بدرهمين بدينار؟ قالوا يا رسول الله حتى وهو حي لا حاجة لنا به، فكيف هو ميت؟ سبحان الله. قال والله إن هذه الدنيا أهون على الله من هوان هذا على أحدكم. سبحان الله. يعني استثمر هذا، حتى هذه الجيفة استثمرها في اللجوء إلى الله وفي العبرة، عبرة وأشعرهم بقيمتهم الحقيقية. الإنسان لا يساوي شيئا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. وجزاكم الله خيرا عن هذه الكلمات الطيبة والإثراء الجميل حول ظاهرة الكسوف والخسوف. أحبة الكرام، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله تبارك وتعالى قادر حكيم، هو الذي خلق الشمس والقمر وخلق السماء والأرض، وهو الذي قال وجمع الشمس والقمر. الخلق خلقه والأمر أمره والسماء سماؤه والأرض أرضه. لذلك نقول في نهاية الحلقة بعد سماع هذا الكلام الغالي الثمين: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ صدق الله العظيم. الوحي هل معطرا بالخير جاء منورا، والغار غرد ذكره جبريل يقرأ كررا، قد أحكم
نزلت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا.